انت لازم تتصرف معهم يا خالو ونعمل لهم محضر في الاسم ان هم كسروا الشقه. طبعا هنعمل محضر ان هو كسر شقته، بس في حاجه يا بنتي انا واثق ومتاكد ان البوم امه خدت منه الشقه بتاريخ قديم عشان الموضوع يطول شويه في المحاكم. انت مش قلت لي ان القانون في صفي؟ طبعا القانون في صفك، بس ثغرات القانون مش في صفك. طب والحل ايه؟ انا كل حاجاتي هناك. ما تعتريش هم، طول ما خالك في ظهرك ما تخافيش من اي حاجه، وان شاء الله انا ابوهم هيطلع على شؤونه. يعني انت مالي ايدك ولا هتضيعني؟ عيب، احترمي نفسك، دي كلمه تقوليها لخالك برضه؟ مش عارفه لمين، ده انا محامي عقر، ده انا بلعب بالقانون على القانون، وبكره تشوفي، بس لازم تعملي اللي اقول لك عليه بالظبط. يا خالو هياخدوا مني الواد. لا دي بالذات بقى القانون وثغرات القانون في صفك، الواد في حضانتك وكمان ليكي حق النفقه. امال ايه يا بنتي، احنا موقفنا قوي جدا وعشان كده هم بيعملوا اللي بيعملوه ده. هي حماتي دي مش سهله انا عارفه. لو هي مش سهله خالك صعب مستحيل، وان شاء الله هجيب راسها الارض. ماما هو بابا عند ربنا؟ انت جبت الكلام ده منين يا ادهم؟ جد حصل ايه ده؟ مش قايل لك واجيب السيره لحد؟ ايه يا خالو انت بتعمله ده؟ ايه يا خالو ده؟ هو انا هلاقيه منك ولا من ابوه ولا من الشغل؟ يا سنتي السودا ارحموني ارحموني. حرام عليك يا خالو بجد حرام عليك. والله هيرحمك ان شاء الله، وهتشوفي ايام زي الفل لما المحضر بكره يروح لهم بالقضيه الجديده وتعرفي خالك عمل فيهم ايه. ايه انا اللي غلطان اني بتكلم مع عيل زيك؟ مش انت اللي قلت لي